هذا بيجي تكمله موضوع العصا اللي ما شاف يرجع له، بس ابغى اكمل من يعني المكان اللي وقفت فيه. اللي هي قلت موضوع الحصان كمثال لبعض الحركات اللي ممكن تسوى صح، ممكن تسوى خطا الترقيص، بصرف النظر عن سويتها صح ولا خطا. زي ما قلنا اللي سوى صح واللي سوى خطا، المحصله النهائيه اللي قاعد يوريك اياها انه راكب حصان او يقاود حصان راده بيده والعصا او الرجل والمهماز تامر الحصان بالرقص، بصرف النظر عن يسوونه صح او يسوونه خطا. بالنهايه الوضع انه راده الحصان باليد وفي شيء يخلي الحصان يتحمس فيرقص محله، سواء اللي سواه صح او سواه خطا. زي ما قلنا سويتها صح فهي صح، سويتها خطا فهي خطا. بس انت تتكلم في نقطه ايش؟ نقطه انه هو شايل العصات وخذ الحصان يرقص، يعني من قاعد الحصان يخلي الحصان يرقص مثلا بشكل عام، او انه راكب الحصان مثلا شايل العصات سواء مدرسه اسبانيه او فرنسيه او ليه، او انه مثلا الشخص داود وشخص يخوف الحصان بعصات من بعيد. اذا بالنهايه العصات موجوده، المحصله النهائيه النتيجه النهائيه قدامك، العصات موجوده في الركوب او في الجود، ما وروك وش صار بعد او قبل. نقطة البحث عندي إن كنت بالفعل ما استعملت العصات قبل أو بعد، وبالفعل لن تستعمل العصات عشان تخلي الحصان يرقص، إذا ليش شايلها؟ سؤال صريح زي ما قلت في المقطع. تقول العصا ما لها أي دور، طيب ليش شايلها؟ يعني تقول الشكيمة ما لها أي دور، طبعا الشكيمة ما لها أي دور. بالنهاية أنت شيل الشكيمة وخلي الشخص يركب ركوب صحيح يشيل الشكيمة، بالنهاية نتيجته أحسن من نتيجتك. يشيل يعني الشخص يركب ركوب صحيح والطرق الاخرى بدون سرج عنان فقط ما يستعمل اي ادوات. يجيك واحد يقول طب شيل الشكيمه، طيب اشيل الشكيمه وشيل الشكيمه وريتك فحل وفحل الشكيمه بلهم سنافل رشمه بس حبل على خشمه وحبل على الفم بدون شيء قدامك، نفس النتيجه درجه مختلفه نفس النتيجه. الان بما اني شلت الشكيمه خلي الطرف الاخر يشيل الشكيمه، يقول لا خليك من الشكيمه خلي الشكيمه شيل العصات بس، يقول لا. سؤالي صريح لاي شخص يبغى يتعلم، إذا كانت هذه ما عورته قبل ولن تعوره بعد، ليش يرقص؟ أنت رد بيدك مش عين أفضل أو مثلا قاعد تسيكي، ليش قاعد يرقص؟ لما عرف أنه ما قد ينطق فيها ولن ينطق فيها أرقص ليش؟ هذا يبغى أوضح الآن. طبعا صوت كثير بأشياء مخيفة وبأشياء بعصا، أول شيء بسوي بالعصا لا بدون عنان حتى بدون ما حد يقاوم، فما بالك لو أني رد بيدي. يعني تخيلني مع رد الحصان بعنان أو مثلا شخص رد الحصان وأنا خوفه بيكون بتحكم فيه زيادة برضه. الآن بخوف الحصان بدون شيء، ما حد ماسك حصان، بجي ورا حصان وبخوف العصات بيوقف. سؤالي ليش موقف؟ ليش ما انطلق؟ لأنه يعرف إني ما قد طقيته فيها ولن أطق فيها. أنا قلت له لا تحترمها، لا تقدرها، لا تخاف منها. هناك أنت قلت له خف منها، احترمها، تراها بتعورك. إذا قدامك هذا اللي حاصل، قبل وبعد هذا اللي حصل. واضحة مثلا، ولا كم ما رقص الحصان. الآن صح ولا خطا نقطة أخرى، سويت صح فهو صح، سويت خطا فهو خطا، بس لا تنكر واقع، لا تنكر أن هذا اللي حصل وأنك ما وريت الناس هذا الشيء. هنا النقطة لما تناقش موضوع الألم وركوب الطبيعي وعدم الأذى وعدم استعمال القوة، في النهاية عصات، مهماز، كنبة تسميها سرج، صدارات، شكايم، شكيمتين مثل حصان زي الدريساج أو صروعين زي الدريساج، أنت أولى بالكلام عن القوة من غيرك، المفروض تتكلمون عن القوة معك أنت مو مع غيرك. هذا المنطق، لا تغير واقع، استمر لكن لا تغير واقع. بروح اخوف حصان بالعصات مع ورا ومن قدام ومن يمين يسار، لاحظ ما ينطلق. ليش؟ لانه عرف اني ما ضربت فيه، لو اني ضرب بالعصات، لو اني مخلي الحصان يعتر بالعصات كان ينحش. حصان وهو مركوب ينطلق بالعصات، وحصان وهو في البيدوخ ينطلق بالعصات، معناته انه يعرف ان الشخص ده ما يعولني بالعصات. طبعا اول مره اي حصان بيخاف من العصات شيء جديد، لكن مع الوقت اما يثق واما يخرب. هناك هاب العصات، عشان كذا لما يجي وقت الجد يكسرك انت العصات، بينما هنا ما هاب العصات لانه وثق في اليد. هذه بوضحها. لا انا راح اروح واخوض اصلا عليها اصلا دي اصلا انا كيف اخوض لا ليه ما يركز الحين يعني ما في شيء لو اضرب الارض ضرب لا ليه؟ لانه يعرف ما قبل هذا وما بعد هذا هو نفس الشيء هذا ما قدرت. اول شيء سويته لما عسفته الان ان العصات ما تضرب. لو كان الان مجرد اني اسوي كذا الحصان هج وفتح وفتح وفتح، انا اسالك سؤال منطقي ليش؟ مجرد انك تدخل الحصان تسوي كذا يفتح حولك يدور دوران حولك، بصرف النظر عن الصح والخطا، ما ممكن بعد انا اناقش في الصح والخطا، انا ارى خطا هو راعي يسوي يرى صح انتهى، بس الواقع يقول ان الحصان خايف من العصات صح ولا لا؟ السؤال ليش؟ اما انها اول مره يخاف من العصات، اول مره توريك العصات فيخاف. أو من حصانك الخاص اللي له سنين، حصانك الخاص اللي له سنين ليش خايف من العصات؟ مو من شيء جديد ضاربه، لا والله ما ضربته ضرب كب العصات. سوي نفس سواتك.
ثم نتناقش. الان بسوي نفس الحركه الاشياء المخيفه مع كيس اسود، بخوض حصان بكيس اسود ثم بخوض حصان بالشيك، ولاحظ نفس رده الفعل مع انه ما مسكت الحصان. يعني اكيد بتكون درجتك احسن بالرشمه، درجتك احسن بالحبل على الرشمه، الحبل على الخشم، الحبل على الفم بالشكيمه، كل ما لها تزيد الدرجه، لكن النتيجه واحده. لكن النتيجه اللي هنا الطريقه الاخرى ما جابتها في الركوب اصلا، هنا فرق شاسع. نفس الفكره اخذ بعدين حاشد، مع انك اصلا لو خوفت الحصان، مع انك حاشد حتى حصان ثاني جاي، لو خوفت الحصان قدام بردوك اصلا بيكسرك، بيصقلك، يرفسك اصلا يعني. لكن كتفسير يعني هذاك لما اجي وجهه اذا ما رقص في الشيء المخيف، ما رقص بالشيء المؤذي، لانه ما عاد كل اثنين ما عاد، بينما هناك رقص بالشيء المخيف وانطلق، عفوا رقص بالشيء المؤذي اللي يصير عصاك وانطلق بالشيء المخيف. انا شايل شينكو راح رده فعله. وجهه لاحظ كيف بيستمر ينحاش ولا ينطلق، بحاول اواجه فيه. في مجال للراي في اشياء زي هذه، لو كنت شخص ما تنظر خيل ما هي مجال للراي، لاني انا اوريك شيء معين او كنت اطبق نفسك انت، وراح خلى الطرف الاخر يطبق بنفسه. شوف زي كذا، انا اسميه واقع مو برايي، في بالدعوه اني انا اقول انه واقع، هو واقع اللي قدامك قاعد تشوفه. حصان بس شيده العصا تخليه ينحاش، وحصان تشيل شيك وقراشيع واقف محل بدون شيء، هذاك ينطلق وانت راكبه، هذا ما ينطلق في بدوك. في مجال للشك فيها، صح انها صح وخطا، في واحد يسويها خطا، في واحد يسويها صح، اسلوبك لك، بس لا تغير واقع. انا عندي مخ لما يجيك واحد يقول لا تستعمل العصات، لا تعور الحصان، استعمل عصات لن يفيد، بيرقص حصان بالعصات. تاخذ يعني عقلي، طيب ايش العصات تجي؟ حتى ما تصور، انا اقول لك هذه ما لها دور واثبت لك انها ما اخاف منها، هذا ما له دور واثبت لك انها ما اخاف منه، اليد هي الاساس وترد حصان مهما كان واثبت لك عن طريق ان اليد وقفت الحصان. فبالطريقه هنا تقول الحصان لا تثق الا باليد، مما يعني انك لا تهاب اي شيء. وانخف توقف محلك. بينما هناك تقول له خف العصات، خف الادوات، خف الندوس، خف الشكيمه، خف الصداره، هاب من الاشياء هذه، فيهابها الى حد ما، ان هابها صح فهو صح، وان هابها خطا فهو خطا. بس لو غلبها تجي معها، يغلبك انت معها. عشان كذا تلقاه يعطيك احسن نتيجه، ثم بدون اي مقدمات تنطلق. حصان يعطيك احسن فتح، حصان يعطيك احسن كعه، حصان يعطيك احسن رقص. نفس الحصان ذا لما خاف انطلق، استفدنا؟ بالنهايه الخيار هي التحكم، ما تحكمت فيه لما جاء وقت الجد، لما اختلفت انت وياه انطلق فيك. هنا اعطاك اللي تبغاه، بس لما اختلف معك انطلق، لما جاء وقت الجد انطلق معك، وين الثقه؟ الثقه العامية ان الحصان بالفعل خايف، بالفعل يبغى ينطلق ولا انطلق. امر واقعي لا يقبل نقاش. اذا تخويف الحصان اول مره من حقه ينحاش شيء جديد. استمر ينحاش مع انه شيء مو جديد، معناتها ان الشيء نفسه عوره، او انت رده فعلك كانت خطا، رديتها بشكل خاطئ. الان انت قاعد ترقص حصان، انت قاعد تخوف، قاعد ترقص حصان. سؤالي واحد سريع، الان وانت قاعد ترقص هذه النتيجه النهائيه قاعد توريني اياها، او انك راكب مسوي كذا، او مثلا ندوس مهماز، انا بس ابيك تفك المهماز تكبه، او تفك العصا تكبه، وتستمر على حصانك. ممكن يفك ثم يلكز حصان بقوه عشان يرقص، لا قصدي على المدى الطويل اللي قبل وبعد واثناء بدون عصا ابدا، ما يمكن. يركب ركوب صحيح، تقول فك الشكيمه، فك الشكيمه، تبغى سنافل، تبغى اسوي شغلي كله بسنافل، تعال اوريك. تبغى شغلي كله بفيلم اخذ اوريك، تبغى شغلي كله بس برشمه، مش انا وياك، رشمه شوف. في منطقه انا وريتك فحلين، رشمه ورشمه، ودقت داريوس، دقت داريوس قدامك المقطع، رشمه ورشمه.
كل ما قللنا الادوات كل ما استفاد الشخص اللي يركب بطريقه اصح. هذا واقع، لكن ما نبي اناقش في الصح ولا الصح، زي ما قلت هذا موضوع اخر في كثير، لكن هنا مو الموضوع انه مو بالاصح والاصح والخطا، ان سويته صح فهو صح، ان سويته خطا فهو خطا، ان سويته اصح فهو صح. هنا موضوعنا بالتلاعب بالواقع. الواقع هنا يقول ان العصاة ضربت الحصان، اذا حتى لو تكلمت في نوع شيء معين، مع انك تقول عكس الواقع بس هنقول قلت صح، مو من حق تكلم موضوع الالم وانت كلك على بعضك الم اصلا، مو منطق. اذا هذا موضوع يعني لا يقبل النقاش ابدا، مبتدئ او غشيم او خيال او شخص مو فاهم الخير، بالنهايه شيء قدامك تسويه عن طريق تسويه بنفسك يعني، او تسويه قدام يعني شخص ثاني وتشوف، امر لا يقبل النقاش. هنا هدف معين حصلت عليه، ما قلته شاهدته لاني سويته قبل ما اقوله، ثم وردت مره ثانيه، هناك قال لك كلام معين ثم وراك العكس، استمر وهو يستمر، ما له مشكله، لكن لا تجي تغير واقعه. لما قلت مقتنع استمر، استمر، بس انا من المقتنع بتقنعني نقطه اخرى، ابوك سوى كذا 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 تعورني اياها. لما اقول لك مقتنع استمر، انا برضه مقتنع بتقنعني، حلو تقنعني سوى الحركات الفلانيه الاشياء كذا كذا كذا، ما يمكن، لان اصلا الخيال ما يجي يناقشك. الناس يقول طب لو جو جاي ناقشك وراك، ما في خيال يتكلم بالاسلوب هذا. الخيال يعرف الشيء اللي يبغاه واللي ما يبغاه، بس ما يمكن الخيال يقلل من شأن شيء معين يعرف انه شيء مستحيل حتى عليه. يقدره، يرى انه صعب، يرى انه خياله، بس يبغاه. كيف؟ هذا الصح. بس من ينتقد انتقاد يدل على غشامته وعدم فهمه في الخيل، معناته مو فاهم في الخيل، فصعب انك تضيع وقتك معه وتقول له طب انتهينا، كلامي للشخص اللي يبغى يتعلم، تبغى تتعلم كذا سوي كذا، تبغى تتعلم كذا سوي كذا، بس لا تحرف واقع. لما تختار فنقول طرف على طرف او جهه على جهه، بتغير التاريخ كله، بتغير الواقع كله، بتغير القصص كلها بس عشان يوافق هواك، هذا تشجيع وليس منطق. والتشجيع لن يعني يقنع الشخص اللي يبغى يستفيد، يقنع الجمهور لكن ما يقنع الشخص اللي يبغى يستفيد. هذا رايي في الموضوع هذا على المستوى.